أحسن الله لك. بعض الناس يقول في قوله تعالى، قول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وقال أن هذه الآية تدل على أن فرعون ما زال جثمانه موجودة في الأهرامات، وبعضهم يزور ويقولون رأينا مثل هذه، رأينا الجثمان، وبعض يعني بعض العلماء يقولون هذا. هل كلامهم هذا له مستند يا شيخ؟ ليس له مستند إطلاقا، لكن الذين يريدون أن يفخروا بآثار الفراعنة وبئس ما فرحوا به هم الذين يقولون إن فرعون صاحب موسى هو اللي موجود في الأهرامات. هذا كذب لا أصل له. وكيف يمكن رجل في وسط البحر وفي عذاب، كيف يمكن لأحد أن يجرؤ على أن يستخرج هذه الجثة من البحر؟ هل يمكن؟ وأين الأدوات وأين الآلات التي تحفظه حتى يأتي من يبني الأهرام ويجعله في الأهرام؟ وين؟ هذا كذب باطل. لكن كما قلت لك، الذين صار فيهم جنون حب الآثار هم الذين يقولون مثل هذا. ثم أي فخر لنا يا إخوان، أي فخر لنا بجسد أهلكه الله عز وجل، كذب الله وكذب رسوله، أي فخر لنا بها؟ نعم، لا فخر، لا فخر بها. لكن الله نجى فرعون ببدنه لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرهبهم وأخافهم. وتعرفون الإنسان إذا كان أمامه من يخافه لا يطمئن قلبه حتى يراه هالكا ميتا، لأنه يلقي الشيطان في قلبه أن فرعون نجا وفرعون سوف يرجع عليكم يا بني إسرائيل، سوف يفعل بكم كذا وكذا. فقول لمن خلفك أي من بني إسرائيل، ولمن خلفك يعني في نفس الوقت. ولا يبعد أن يكون هناك قراءة، لكن لا يقول الآن هل في قراءة لمن خلفك آية، أي لمن خلفك في أرضك، والذين خلفوا في أرضهم بنو إسرائيل في وقت، عرفت؟ لكن لا أدري عنها هذه آية، لا تعتمد أنها قراءة يعني، لا أدري. لكن لمن خلفك أي من بني إسرائيل في ذلك.